بهذا الفيديو رح نكمل شرح تشابتر 15، رح نحكي عن البي اتش والسترونج اسيد والسترونج بيس. باور اوف هيدروجين بيختصروها ببي اتش. البي اتش لها قانون يساوي، بيحكي لك انه البي اتش تساوي سالب لوغاريتم تركيز الاتش بلس. هذا القانون بيدل لك انه البي اتش بتعبر لي عن تركيز الهيدروجين في الماده، في المحلول اللي عندك اياه او الماده اللي عندك اياها. لو نرفع البيئة، لو نحط 10 هون بتصير 10 قوة بي اتش، ونحط 10 هون، بالعمليات الرياضية بيطلع عندك هذا القانون يلي هو تركيز الاتش بلس يساوي 10 قوة سالب البي اتش. لما تكون البي اتش عندي 5، تركيز الاتش بلس راح تكون 10 في 10 قوة سالب 5، وتركيز الاو اتش ماينس 1 في 10 قوة سالب 6 باستخدام هذا القانون. الـ KW تساوي تركيز الـ H بلس في تركيز الـ OH ماينس، وإحنا عارفين إنه الـ KW هي 1 في 10 قوة سالب 14. بالمثال الثاني بيحكي لي الـ BH تساوي 7، إذن تركيز الـ H بلس راح تكون 1 في 10 قوة سالب 7، وتركيز الـ OH ماينس راح يكون 1 في 10 قوة سالب 7. هذه المادة بما انه تركيز الـ H بلس يساوي تركيز الـ OH ماينس ويساوي 1 في 10 قوة سالب 7، اذا هي نيوترال متعادلة. المادة اللي قبل لما كانت الـ BH تساوي 5، تركيز الـ H بلس كانت 10 قوة سالب 5، وتركيز الـ OH ماينس 10 قوة سالب 9 مش 6 9. اذا ما انه تركيز الـ H بلس اعلى من تركيز الـ OH ماينس، اذا هذه المادة اسيد حمض. اخر مادة عندي كان الـ BH لها يساوي 9، اذا الـ H بلس هي 10 قوة سالب 9، الـ OH ماينس راح تكون 10 قوة سالب 5. بما انه تركيز الـ OH ماينس اعلى من تركيز الـ H بلس، اذا المادة قاعدة بيس. بناء على هذه المواد او على هذه الارقام اللي طلعت معنا، وتحديد المواد هي اسيد ولا بيس ولا نيوترال، عملوا العلماء هذا الخط وحكوا لي لما تكون الماده البي اتش تبعتها من 0 ل 7 بس مش 7، يعني 6.9 بتكون اسيد. زي هذه لما كانت البي اتش 5 طلعت عندي الماده اسيد. لما تكون البي اتش 7 بالضبط راح تكون المادة نيوترال متعادل، يعني لا هي اسيد ولا هي بيس. لما تكون المادة البي اتش تبعتها من، يعني هي مش 7 يعني 7.1 لا 14، راح تكون بيس قاعدة، مثل لما كانت هون البي اتش 9. تمام لهون؟ هيك حكينا عن البي اتش. راح نطبق عليه اسئلة، يعني راح يكون جزء من حل سؤال لقدام. هلا رح نبلش نحكي عن السترونج اسيد اللي هم الحموض القوية. تتميز الحموض القوية عن غيرها من الأحماض إنها تتفكك كليا في الماء. هلا رح نحكي شو يعني تتفكك كليا في الماء وشو يعني تتفكك جزئيا بالماء. أول شيء عندي مجموعة حموض لازم تكون عارف إنه هدول سترونج اسيد، غير ذلك رح تكون ويك اسيد اللي هم حموض ضعيفة. بنحل عليهم الأسئلة بطريقة مختلفة وبقوانين مختلفة. السترونج أسيد اللي عندي إياهم HCl و HBr و HI HNO3 HClO4 و H2SO4. شو يعني هذا الحمض بيتفكك كليا في الماء؟ يعني لو جبت HCl حطيتها بالماء راح تعطيني H بلس زائد Cl ماينس. لو كان عندي هون في بداية التفاعل 100 مول من الـ HCl في البداية، بما أنه لسه ما صار التفاعل، إذن تركيز الـ H بلس صفر وتركيز الـ Cl ماينس كمان صفر. في نهاية التفاعل شو بصير لما يكون عندي Strong Acid؟ هذه كلها بتختفي بتصير صفر، يعني مستحيل يضل عندك ولا يعني جزء من مول HCl أو H بلس وCl ماينس مرتبطين ببعض، لازم يتفككوا. بصير عندك 100 مول من الـ H بلس و 100 مول من الCl ماينس. بس بدي أنبه على شغلة إنه
تركيز هدول هلا مش تركيز، انا هون بشرح عن المولات بس، يعني تركيز او مولات نفس الطريقه رح نطبق. يعني مولات هدول مش ضروري، يعني مش لازم يكونوا مجموع او مستحيل مجموعهم يكون نفس مولات هذه الماده. ليش؟ لما نتذكر قبل اول تشابتر كنا ناخذه، لما بدنا نطلع مولات السي ال الموجوده بالاتش سي ال، لما يكون عندي 100 مول اتش سي ال، كنا نحكي انه بما انه الاتش سي ال فيها سي ال واحده، رح نحط هون 1 مول اتش سي ال فيها سي ال واحده 1 مول سي ال. كنا نختصر الواحد مول مع الواحد مول سي اتش سي ال مع المول سي اتش سي ال رح تعطيني 100 مول سي ال. تمام، عرفنا ليش هذه طلعت 100 هذه طلعت 100 ما طلعوا 50 50. طبعا هذه الطريقه اللي حلت فيها طريقه الكتاب، بعض الدكاتره بيحلوا والطلاب يعني بيحلوا بطريقه اخرى. المهم انا بس بدي اوصل فكره انه ليه كانوا 100 100 مش 50 50. عندي هون سؤال بيحكي لك وات از بي اتش اوف 2 بالعشرة مولر، مولر يعني أعطاك التركيز. إذا ما أعطاك التركيز بالسؤال، مثلاً أعطاك 2 بالعشرة مول حطيناها بواحد لتر، لازم تطلع التركيز تحكي 2 بالعشرة على الواحد لتر تساوي 2 بالعشرة مولر. بس بما إنه هون معطيك إياها بالمولاريتي، يعني خلاص مريحك من خطوة. What is pH of 2 بالعشرة مولر solution H2SO4؟ هلا بهذه الأسئلة أول خطوة لازم نعملها إنه نكتب المعادلة. بنحط ال H2SO4 بال H2O رح تعطيني H بلس زائد SO4 ماينس 2. هلا في المواد الناتجة عندي H واحدة، في المواد المتفاعلة عندي H 2، إذا لازم أضرب هذه باثنين عشان أوازن. في بداية التفاعل كانت تركيز هذه 2 مولر 2 بالعشرة مولر، وهذه تركيزها صفر وهذه تركيزها صفر. لما خلص التفاعل هذه راح يصير تركيزها 2 بالعشرة وهذه 2 بالعشرة. بما انه هذه مضروبة باثنين، اذا لازم اضرب باثنين، بيطلع معي تركيز ال H بلس تساوي 4 بالعشرة مولر. ال pH تساوي سالب لوغاريتم 4 بالعشرة وبتطلع الجواب. تمام، هلا ليش هون ضربت باثنين، ضربت الاثنين بالعشرة باثنين؟ نرجع لأول تشابتر مرة تانية، لما كان يحكي لك أنا أعطيتك أو أنا حطيت بالتفاعل. شوف بالبداية بدنا نتفق إنه زي ما كنا نطبق على المولات بالتشابتر الأول رح نطبق على المولاريتي بهذا التشابتر، لأنه ما بيفرق. كان يحكي لنا مثلا أعطيتك 2 بالعشرة أو حطيت بهذا التفاعل 2 بالعشرة مولر من ال H2SO4، كم مولر رح يعطيني من ال H بلس؟ حكينا كنا نحكي إنه نحكي 2 بالعشرة مولر من ال H2SO4، بنضربها وبنحط 1 مولر من ال H2SO4، وحكينا بما انه رح ينتج 2 رح نحكي 2 مولر اتش بلس، بتروح هذه مع هذه بضل عندي 4 بالعشرة مولر من الاتش بلس. هذه بس توضيح ليش ضربنا هذه باثنين، اذا انت حاب تحفظها مش مشكله، بس انه خلي الموضوع ببالك انه لما يضرب لي هون لازم اضرب التركيز. تمام لهون، هيك بنكون خلصنا السترونج اسيد. نيجي على السترونج بيس. السترونج بيس نفس فكرة السترونج أسيد، إنه يلي بيميزها عن باقي القواعد إنها بتتفكك كلياً في الماء. لما أحط الـ NaOH، نكتب المعادلة، لما أحط الـ NaOH بالماء راح تعطيني Na بلس زائد OH ماينس. لو كانت هون عندي 50 مولر من، يعني تركيز الـ NaOH في بداية التفاعل 50 مولر، هذه رح يكون تركيزها صفر وهذه تركيزها صفر.
في نهاية التفاعل هذه رح يصير تركيزها 50 مولر وهذه 50 مولر، وهذه بتختفي تماما وما بيضل عندي NaOH بالمرة، بتصير Na بلس لحال والOH ماينس لحال. عندي هم مجموعة من القواعد لازم نكون حافظينهم عشان بس جيب لي اياها بالسؤال اكون عارف انه هذا strong base واحله على قوانين او على معادلات strong base. اذا ما كانت واحدة منهم نعرف انه هذه weak base اللي هي قاعدة ضعيفة وبنحلها بطريقة اخرى. هلأ انا رتبتهم بطريقة تكون اسهل شوي للحفظ. الـ NaOH والـ KOH والـ LiOH والـ BrOH بيشبهوا بعض، بعدين الـ CaOH2 والـ BaOH2 والـ SrOH2 بيشبهوا بعض والـ C2OH. بس نلاحظ انه كل القواعد القوية تحتوي في تركيبها على الـ OH. عندي سؤال بيحكي لك What is pH of 11 بالألف مولر solution of CaOH2؟ أول خطوة بهذه الأسئلة لازم نكتب المعادلة، فبنحكي CaOH2 نحطها بالماء تعطيني Ca موجب 2 زائد OH ماينس. هون عندي في المواد المتفاعلة 2 OH، فعشان أوازن بحط هون 2. في بداية التفاعل كان تركيز CaOH2 11 بالألف مولر، هذه تركيزها صفر وهذه تركيزها صفر. في نهاية التفاعل هذه بصير تركيزها صفر وهذه بصير تركيزها 11 بالألف مولر طبعا، وهذه تركيز 11 بالألف مولر. حكينا بما انه هذه مضروبة باثنين اذا لازم اضرب هذه باثنين، بالاخر بيطلع عندي تركيز الـ OH- يساوي 11 بالألف مولر. بما انه طالب مني تركيز الـ BH لازم اطلع تركيز الـ H+، تركيز الـ H+ يساوي الـ KW اللي هو 1 في 10 قوة سالب 14 على تركيز الـ OH- اللي هي 11 في 10 قوة سالب 3. بيطلع معي تركيز الـ H+ يساوي 9% في 10 قوة سالب 11. بعدين بالآخر هو طالب الـ pH يساوي سالب لوغاريتم تركيز الـ H+. نكمل بس هون، فالـ pH تساوي سالب لوغاريتم 9% في 10 قوة سالب 11. تمام، هيك ضل اخر شيء بالسترونج بيس. هلا اوقات بيعطينا انه مواد انت ما بتكون عارف انه هي سترونج بيس، بس لما نحطها بالمي او لما نفاعلها مع المي بيطلع عندك سترونج بيس مثل ال Na2O والCaO. بيكون يعني هلا احنا بدنا نكون حافظين هدول المادتين انه بس نفاعلهم مع المي راح تعطيني سترونج بيس. اذا ما كنت حافظهم او راح عن بالك بيكون غالبا مش دائما بس بيكون حكي لك بالسؤال انها react with water او react with H2O. بس نوضح كيف هذه صارت اعطت بس فعلتها مع المي فاعطتني سترونج بيس، كانت Na2O زائد او على السهل ما بتفرق H2O اعطتني 2NaOH. تمام. هلا عندي سؤال بيحكي لك 1% مول من الـ Na2O، هذه من المواد اللي احنا حافظين انه لازم نفعلها مع المي عشان تعطيني strong base. ما خطر عبالنا بالامتحان كمل لك السؤال وحكي لك react with water او react with H2O in 1 liter solution calculate pH. هلا اول شيء
بدنا نحط معادلة هذه ال Na2O، بدنا نفعلها مع المي زائد H2O راح تعطيني 2NaOH. ثاني خطوة، بدنا نفكك هذه بالمي عشان نشوف يعني صح طلعت معي strong base. هلأ بنبلش نحل هذا السؤال مثل السؤال اللي حلناه قبل شوي. راح نحكي 2NaOH بس أحطها بالمي راح تعطيني 2Na بلس زائد 2OH ماينس. هلأ أنا هنا وزنتها مباشرة، يعني هي راح تعطيني Na بلس وOH ماينس، بس عشان هون الاثنين حطيت 2 2. هلأ بدي أنا صح كنا بنحط التركيز في بداية التفاعل، بهذا السؤال مش معطيني التركيز في بداية التفاعل، معطيني مولات المادة ومعطيني الحجم، فبحكي التركيز يساوي المولات اللي هي 1% على الحجم 1 لتر راح تعطيني 1% مولاريتي. فهذه راح يكون تركيزها في بداية التفاعل 1% مولاريتي، بما انه هذه مضروبة في 2 اذا بتضرب هذه كلها ب 2، هذه 0 وهذه 0. في نهاية التفاعل هذه راح تكون 2% وهذه راح تكون 2% وهذه راح تتصفر. هلأ رح تيجي تسألني ليش هم ما ضربنا باثنين؟ صح هاي مضروبة باثنين؟ لا. هلأ بما انه المعادلة 2 لـ 2 لـ 2، يعني هي لما تيجي تقسمها رح تصير 1 لـ 1 لـ 1، صح؟ فيعني بما انه هاي التركيزة 2 بالـ10 بتضلها 2 بالـ10. وصلت الفكرة؟ نسبة التركيز هذه لهذه 1 لـ 1. فلما تكون هذه 2%، سوري انا حكيت 2 بالـ10، لما تكون هذه 2% لازم هذه 2% عشان تكون نسبتهم لبعض 1 لـ 1. ان شاء الله تكون وضحت يعني الفكره ليش احنا هون ما ضربنا باثنين. هلا انا طلع معي تركيز ال OH- يساوي 2%، طالب مني ال BH، فراح لازم اطلع تركيز ال H+. تركيز ال H+ يساوي 1 في 10 قوة سالب 14 على 2 في 10 قوة سالب 2. فتركيز ال H+ يساوي 5 بالـ10 في 10 قوة سالب 12. طالب ال BH رح نكمل هون الحل. ال BH يساوي سالب لوغاريتم تركيز ال H+ يلي هو 5 بالـ10 في 10 قوة سالب 12. هيك بنكون خلصنا ال pH والسترونج اسيد والسترونج بيس. ان شاء الله تكون وضحت المعلومه او المعلومات اللي حكيناهم واستفدتوا، ويعطيكم الف عافيه.